مرحبا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. انا اسمي فارس من الهلال الاحمر التركي، متشكرك مره ثانيه. الله يخليك. ممكن تحكي لنا شوي عن حالك، على اسمك، على عائلتك وعمرك؟ هلا انا اسمي نور، عندي 3 اولاد وزوجه. دخلت لتركيا 9/6/2015. كنت تشتغلي لما كنت بسوريا؟ لا كنت ربيت منزل، كنت عم بعتني بولادي، كان جوزي يشتغل محل تصوير عنده محل، روح الصبح يجي. انت هلأ عم تشتغلي؟ انا هلأ عمتين عم بشتغل. عم تشتغلي؟ شو عم تشتغلي هلأ؟ هلأ عم بشتغل معها تحفيز قرآن. ما شاء الله. طيب شو اكتر شيء مشكلة انتو عانيتوها؟ شو اكبر عقبة عانيتوها لما اجيت لهون؟ هلأ اول شيء انه المعاشرة، انه اول شيء ما معنا لغة. ثاني شيء انه يعني مثل ولد صغير ضايع، ما بعرف يعني بلد جديدة عليه، ما بنعرف شو الوضع، شلون نتصرف، شلون يعني اجينا بلد غريبة. نعم. طيب حضرتك لما اجيتوا لهون اخذتوا كرت الهلال الاحمر، هاي مستفيدين انتم من كرت الهلال الاحمر، كيف اثر كرت الهلال الاحمر على حياتكم؟ هلا الحمد لله عم يساعدنا بجزء كبير من حياتنا الحمد لله، يعني اجار بيت، فواتير. نعم. طيب كيف تأثر على حياتكم مرض كوفيد 19؟ هلا الحمد يعني انه اول شيء جوزي قعد بلا شغل من وقت كورونا، ثاني شيء قعدنا بالبيت، يعني كانوا اولادي يروحوا على المدارس يرجعوا من المدارس، هلا ما في شيء يضيق خلقهم بالبيت، لا فيهم ينزلوا على الجنينه، لا فيهم ينزلوا على الحاره نهائي. يعني جائحة كورونا أثرت على حياة الاجتماعية وحياة النمط الاجتماعي، الأولاد ما بقى يروحوا المدارس صار. طيب بالنسبة لكرت الهلال الأحمر، المساعدة تبع كرت الهلال الأحمر اللي اجت بخلال هالفترة جائحة كورونا، كيف ساعدتكم؟ شو رأيك بهالمساعدة؟ لأنه جوزي قاعد بلا شغل ساعدتنا بأجار البيت. نعم. طيب حضرتك شو حلمك بالحياة؟ حلمي إنه أولادي إنه يدرسوا ويكملوا دراستهم، إنه بس هيك نقدم لهم الحياة، يعني إنه أكلهم، شربهم، ثيابهم، يعني دراستهم هي أهم شيء. نعم. برأيك كيف كرت الهلال الأحمر عم يساعدك لحتى تحقق حلمك؟ هلا أنا يعني ندفع أجار البيت، يعني أجار البيت، فواتير، والمدرسة بساعدك. والمدرسة إيه طبعا، في لهم راتب مدرسة. نعم. إيه يعني الحمد لله.